وتعليقا على نتائج دانا غاز ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور باتريك ألمان الرئيس التنفيذي لدانا غاز. أهلا بك معنا دكتور باتريك. بداية نتساءل كيف استطاعت دانا غاز الحفاظ على هذا الأداء الجيد خلال الربع الثاني من العام الجاري؟ شكرا على منحي الفرصة لأظهر في محطتكم. أولا أود أن أؤكد على الزيادة في الإنتاج والتي حققناها خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مثلا مع إنتاجنا في مصر. في الربع الأول كنا ننتج 33 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، وفي الربع الثاني زدنا هذا الإنتاج إلى 36500 برميل من النفط المكافئ يوميا، يمثل أكثر من 10% كزيادة في الإنتاج في مصر لوحدها. هذا برأيي كان أداء جيدا، وطبعا لدينا أداء مضطرد في الجوانب الأخرى من شركتنا، وبدأنا نرى في الربع الثاني الإنتاج في حقل الزوراء في الإمارات. النقطة الثانية التي أود التشديد عليها هو أننا نجحنا في الاستمرار في خفض تكاليفنا التشغيلية وتكاليف الجي ان اي خلال هذا الربع. وأخيرا كان لدينا إسهام إيجابي في إيرادات وفي الأموال، أيضا تحصيل الأموال المستحقة لنا. نعم، تحدثت عن المستحقات. أنتم حصلتم خلال النصف الأول من هذا العام على مستحقات قاربت 363 مليون درهم. ما تبقى من هذه المستحقات بنحو 3 مليار و500 مليون درهم بالأسواق التي تعملون بها، لكن ما هي خططكم الآن لعملية التحصيل لهذه المستحقات؟ وبما أنك ذكرت سيد باتريك مصر، يعني ما تأثير أزمة الدولار في مصر على هذه المديونية وأيضا عمليات التحكيم القائمة في العراق وكردستان؟ دعيني أجيب عن السؤال الأول المتعلق بالمستحقات في مصر وكردستان العراق. بالنسبة لمصر، وكما تعلمون لدينا اتفاقية تحسين إنتاج الغاز مع الحكومة المصرية. هذا الاتفاق يعني أنه في المقابل الاستثمارات التي نضعها في مصر والتي أدت إلى زيادة في الإنتاج كما قلت قبل قليل، بموجب الاتفاقية سنحصل على كل الزيادة في السوائل المنتجة، ولدينا الحق ببيعها في الأسواق الدولية مقابل العملة الصعبة. هذه الآلية يضاف إليها التعهد من الحكومة المصرية بأنها سوف تستمر في دفع الفواتير التي نقدمها، هي مستحقة لأكثر من 12 شهرا، وبالتالي هاتان الآليتان يجب أن تسمح لنا باستعادة كل مستحقاتنا في مصر بحلول العام 2019. بالنسبة لموضوع كردستان العراق، منذ فبراير لهذا العام بدأنا المبيعات المحلية للمنتجات السائلة في السوق، ونحن نحصل على أموالنا بالدولار الأمريكي من مبيعات هذه السوائل في الأسواق المحلية. ويضاف إلى ذلك توصلنا إلى ترتيبات مع حكومة كردستان، إقليم كردستان، بأنهم سيدفعون لنا وبصورة متزايدة 100 مليون دولار، وهو حكم صدر لصالحنا محكمة التحكيم الدولي في لندن كجزء من 1.960 مليار، أو هذا الحكم الذي حكم به إلى تجمع الشركات الخاص بالسوائل التي سوف تستخرج ولم تدفع. إذن في كل من مصر وكردستان العراق لدينا آليات مطبقة ستسمح لنا باستعادة المستحقات غير المدفوعة. بالنسبة لتأثير سعر صرف العملة الأجنبية على مستحقاتنا في مصر، نحن كان يدفع لنا بالجنيه المصري هذا العام، وكان هناك مبلغ صغير دفع لنا بالدولار الأمريكي، لكن ضمن هذا السياق من المهم أن نتذكر بأن كل الجنيهات المصرية التي تلقيناها في مصر
تنفق ضمن مصر، وبالتالي ليس هناك انكشاف من قبل شركتنا أو انكشافنا صغير فيما يخص التغير في سعر صرف العملة أو موضوع سعر صرف العملة. سؤال أخير فيما يتعلق بالمستويات الحالية لأسعار النفط، سيد باتريك، ما هو التأثير على خططكم يعني الاستكشافية وعمليات التنقيب في ظل تراجع الأسعار؟ هل هناك خطة موضوعة لحجم الإنفاق الرأسمالي خلال هذه الفترة؟ طبعا رأينا تراجعا مستمرا في أسعارنا على أساس ربعي، وإذا قارنا الربع 16 مع الربع 15 كان هناك تراجع في أسعارنا، لكن كشركة لدينا تحوط من خلال أن 90% من إنتاجنا هو على شكل غاز، وبالتالي لدينا تحوط في الغاز الطبيعي بالنسبة لتراجع الأسعار، وإيراداتنا هي أقل من 15% كحساسية مقارنة مع أسعار النفط. كما أطلقنا برنامجا استثماريا في مصر يرتبط باتفاقية تحسين إنتاج الغاز، ونحن نواصل تنفيذ هذا البرنامج لأنه لدينا الضمانات التي تسمح لنا بتحصيل الإيرادات من مبيع المشتقات أو المكثفات بالعملة الأجنبية. دكتور باتريك ألمان، الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.